مشكلة الحاج رجب الطماطم المفروض يتصرف لها قد ايه؟ طب هل في بعض الجمعيات مشكلة فاحنا بنصرف نص الكمية؟ الطماطم مواعيد صرفها هيتعاملوا ازاي مع هذا المحصول؟ دي كلها معلومات عايزين نعرفها. معايا الدكتور خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا سامح بيه. اهلا وسهلا يا كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب حضرتك. بالنسبة للطماطم أي يا فندم، المفروض بيتصرف قد ايه للفدان؟ هو المقررات السمادية للطماطم 8 شكارة طبعا حسب التوصيات اللي هي تعليمات الصرف اللي هي محددة من قبل لجنة الأسمدة، انه بيتصرف نص الكمية من المقررات السمادية، يعني يتصرف ليه اربع شكاير نصرات. الفدان الواحد دي 8 شكاير يوريا؟ لا، الثمان شكاير نترات. ثمان شكاير نترات؟ نترات المقرر ليه اربع شكاير، بيصرف نصف المقرر اربع شكاير. بيصرف نص المقرر اربع شكاير. اربع شكاير، دي حسب التوصيات بتاعت لجنه الاسمده، بيصرف نصف المقرر. ده بيصرفه يعني هيصرفه على دفعتين ولا هو بيصرف النص فقط؟ حسب المتاح، يعني هو بيصرف حسب المتاح. احنا عارفين ان الاولويه للمحاصيل الاستراتيجيه عشان القمح مثلا. فهو هيصرف دلوقتي نص الكميه، لو في فائض في الجمعيه بعد الانتهاء من القمح يصرف الجزء الثاني. يعني هو حضرتك دلوقتي ليه اربع شكاير اللي هو الفدان او اربع اجوله. لو الجمعيه بتاعته فيها متاح كميه اسمده بيصرف كميه الاسمده الاربع جوائل مره واحده بالكامل. ايوه. لو حسب المتاح في الجمعيه بيصرفهم على مرتين، كل كميه شكارتين حضرتك. طيب. كلمه يعني هبسط المعلومه قوي، انا دلوقتي زرع فدان واحد طماطم. اي يا فندم. اصرف قد ايه؟ اربع شكاير حضرتك اللي هي نص الكميه فدان واحد. طيب انا عندي الحاج رجب من جمعيه اصفون. اي يا فندم. هو برضو علشان المعلومه تبقى واصله له ان هو الجمعيه بيقول له هنديك شكارتين بس على الفدان. لا يا فندم، هو اديني اسم حضرتك بالكامل. ايوه. او شرفنا حضرتك بمده الزراعه او ادينا حضرتك. طيب انا هخليه يجي لحضرتك بكره ان شاء الله، وايضا هبلغك اسمه بعد الهوا فريق الاعداد معاه البيانات كامله، لان انا معايا اسمه الحاج رجب، يا ريت الاعداد يقول لي اسمه بالكامل ابلغه لسعادتك ايضا، ويبقى موجود عندك ان شاء الله تتابع معاه. نجد. اسمه رجب الطاهر امين. رجب الطاهر امين. من الاقصر من اسنا. تمام. جمعيه اصفون يا فندم. طبعا انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق في هذا الموسم باذن الله ان شاء الله. دكتور خالد عبد الراضي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الاقصر شرح لنا منظومه صرف الاسمده بالنسبه للطماطم. الفدان ليه 8 شكاير نترات، بالتعليمات بتقول هنصرف نص الكميه حين الانتهاء من صرف المخصصات لمحصول القمح، الاولويه للمحاصيل الاستراتيجيه بعد الانتهاء من صرف هذه المخصصات، اذا كان هناك فائض من الجمعيه هيتم صرف النصف الاخر المقرر بالنسبه للطماطم. الحاج رجب يبقى موجود بكره ان شاء الله عند الدكتور خالد عبد الراضي بحيث نتابع معاه صرف الحصه الكامله لمحصوله والارضه، واذا كان هناك بعض العقبات او المشاكل مع الجمعيه يتم حلها ان شاء الله، وهنتابعه مره اخرى علشان نطمن ماذا تم. في بعض الاخبار اللي انا محتاج ان انا اقولها سريعا بالنسبه لمخالفات بيع الاسمده والمبيدات.